شويه. بعد اذن حضرتك، مش دي بطاقتي وده رقم القومي ودي الحقيقه وده الخيال؟ طب مش دي الخريطه ودي المدينه وكده المحور وده المترو وكده يمين وكده شمال؟ طب مش ده ضابط وده عسكري وده طبيب وده كمسري وده منجد وده بقال؟ طب مش دي مدرسه وده جامع وده مصنع وده بيت دعاره وده سمسار وده شيال؟ طب مش ده فستان ودي جلابيه وده شورت وده مفيش وده شال؟ طب مش ده اتوبيس ودي عجله ودي عربيه ودول حمير ودول اجمال؟ طب مش ده عمي ودي اختي ودول صحابي وده كمال؟ طب مش ده شارعنا وده بيتنا ودي مراتي ودول العيال؟ طب مش ده الوطن وده المواطن وده التاريخ اللي اتقال؟ طب ليه كل ما اروح في حته واسال سؤال يقولي لي جايز يمكن احتمال؟ الله. ركز معايا، انت شكلك بريء وابن حلال. اللي هقوله ده مش نكت ولا من كتاب الامثال. القتل العمد مش جريمه، والسرقه بجد مش جريمه، والهزيمه بفعل حد مش جريمه. القتل العمد مش جريمه، والهزيمه بفعل حد مش جريمه، والسرقه بجد مش جريمه، والجمعه شكل الحد مش جريمه، طعم ولون قيمة مش جريمة، وحسن ونعيمة وولاد اللئيمة ومصر الجديدة والقديمة مش قديمة مش جريمة. يا عم قوم نفض هدومك، جت سليمة جت سليمة.